أخذتم شيئاً في المقرر؟ ولا ما أخذتم. طيب، إن شاء الله بنبدأ معكم في المقرر من سنة تلتة. بنبدأ معكم من سورة الكهف إن شاء الله. الله والله احنا لسه كنا نقول عايزين نستسمح مولانا حضرتك انك تشرح لنا سورة الكهف، لان احنا علينا تفسير الجمهور المصريين، انما عايزين تفسير الشامل. الصديقية كده شوف من حضرتك في وضعك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا حضرتك ان شاء الله ربنا يهيئ لنا ولكم يا رب ما فيه الخير، ويعني حضرتك اهل لينا. الله يكرمكم ويبارك فيكم. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. اللهم امين ويبارك فيكم ايضا. مرحبا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. ربنا يتولى انا وياكم. تحب تشرب حاجه كده؟ تشرب شيء ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه. لا شكرا. لازم تشرب حاجه اول مره يعني تزورنا ماشي. هات لي نسكافيه اذا كان. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم، أهلا بك، صحة وسلامة، أهلا بك. نعم، اهلا 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 بك وسهلا. يا اهلا بك يا مرحبا، الله يسلمك، اهلا بك وسهلا. طيب لا، الحمد لله الحمد لله، يعني احسن كثير، ونسال الله ان يقوينا ويقويك، وان شاء الله ارجو ان انا اتصل بك قريبا، وان يعني نحدد موعد ونلتقي ان شاء الله. اهلا بك. وازاي الاسره الكريمه؟ كلكم بخير؟ طيب ماشي ماشي. انا بس لا عظيم، انا بس عندي محاضره، فان شاء الله الان يعني فان شاء الله فان شاء الله بتصل بيك بعد ما يعني خلال يومين ثلاثه كده ان شاء الله. اهلا بك. شاكر دكتور، شاكر دكتور ابو شاكر، اهلا بك. الف سلامه عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. الموضوع التفسير الإشاري أو التفسير في ضوء المنهج، منهج التصوف، هو التفسير اللي يعني بنعيشه مع البصيرة النيرة، مع القلب المشرق بهداية الله أو الصدر المنشرح، مع الفؤاد الصافي والروح الصافية، واستلهام القرآن ما يمكن أن يكون مقربا منا، نفوسنا ووجوهنا إلى الله عز وجل. والتفسير الآخر بيبقى إيه؟ وسيلة، يعني خطوة أولى يعني. واحنا زي ما بدأنا مع إخوانكم في هذه المحاضرة الأولى، عايزين نشوف المدرج إلى إيه؟ إلى صفاء النفس أو إلى التصوف. التصوف احنا بنعتبره صفاء القلب، صفاء الروح، صفاء مع الله، مع الناس، سمو. هو في سكر لوحدي تحب تزود السكر ولا تحب كده السكر بتاعه؟ اللي تعمله هو اللي تعمله كله كويس. اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طبعا احنا الحقيقه لازم نعيش الاول، نعيش الاول مع الاساس او الركن الركين فيما يتعلق بالتصوف. المتصوفه مقامهم مقام يعني الاسلام سماه الاحسان. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني كما يحكي الرجل يقول جاءنا رجل، دخل علينا رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
شديد سواد الشعر. بس بس شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر الصبر. عارفين انتم مكه والغبار اللي جنب ما تشوفوش دلوقتي، يعني احنا شفنا اخر حاجه كان السعي بين الصفا والمروه وبين الجبلين، يعني كانت زلط وترابه والكلام ده كله طبعا من باب اولى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. ف يقول يعني ايه، اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني من الايمان. طبعا المنظر ده شد انتباههم، ازاي ده جاي من سفر وما حدش يعرفه ولا غبراية على الايه على الثياب لنفسه ولا غبراية على الايه على شعر راسه، وبعدين لا يعرفه منا احد، وبعدين يقول يا محمد. ده 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 يعني ما نعرفوش خالص، وهو عارف النبي. وسأل ما الإيمان؟ قال كذا كذا، فقال صدقت. فعجبنا له أكثر، يسأل ويصدق. ده إيه ده مش بيسأل عشان يعلم، ده بيسأل بقى عشان يعلم، لأنه لما يقول صدقت يبقى راجل عالم. فما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء كله خيره وشره علوه ومره. طيب ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوفوا بقى، خلي بالكم ذكاء النبي وفطنته جعلته يقرأ ماذا يعني السائل بسؤال فيما يتعلق بالإيمان. ده هو عايز يعرف تعريف الإيمان، حقيقة الإيمان. سؤاله عن الإسلام عايز يعرف حقيقة الإسلام. أما سؤاله عن الإحسان، الإحسان ده يعني أمر سهل، ما هوش عايز سؤال إن كان على حقيقته. أحسن فلان صلاته يعني أتقنها، أو أحسن فلان يعني أخلص في عمله، عملية ماشي مش عايزة حاجة. يبقى ده عايز يسأل عن كيفية إحسان الإيمان والإسلام، يعني الطريقة أو الوسيلة اللي تخلي المؤمن حسن الإيمان واللي تخلي المسلم حسن الإسلام. ما هو أنا يعني الإسلام بيقول لي إقام الصلاة، لكن عندما أستشعر رؤيتي ببصيرتي لله أو أستشعر أن الله يراني، انظر بقى كيف أصلي. انظر كيف أصلي. لابد أن أحسن الصلاة. إذا هو بيسأل، وشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام أدركها يعني لمحها بسرعة ولقطها بسرعة، أن السؤال هنا كيف بماذا يحسن المرء إيمانه وبماذا يحسن المرء إسلامه؟ قال الإحسان، الإحسان لكل حاجة. الإحسان للإيمان والإحسان للإسلام، أن تعبد الله، لأن عبادة ربنا ما بتخرجش عن الإيمان وعن الإحسان. أن تعبد الله كأنك ليه؟ أنت كبشر وكراجل فاني مستحيل تقوى على رؤية الباقي. ما تقدرش. ما تقدرش. أنت مين أنت؟ ده سيدنا موسى وهو اقرب منا جميعا. قال رب ارني انظر اليك، انا عايز اشوفك. قال لن تراني. لا 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 لا، ولن هنا حرف نفي ونصب وتأبيد للنفي. يعني لن تراني طول ما انت عايش، طول ما انت في الدنيا، ولن يراني احد غيرك من باب اولى. اذا جبريل مش بيقول اعبد الله على انك شايف ترى، لا على كأنك ترى الله. طب ليه؟ قال لأنه إذا استحالت الرؤية فقد أمكن العلم. العلم بإيه؟ بأنه شايفك. إن لم تكن تراه فإنه يراك. ويبقى علمك اليقيني بأنه يراك يقوم في وجدانك مقام رؤيتك له، يبقى كأنك شايف. شوف، اعبد الله كأنك تراه.
اذا انت يعني قدرت ترتقي وتستقوي بايه؟ بالبصيره اللي عندك، وعبدت الله على انك بتخاطبه يا رب، يعني وبتقول له يا رب انا بقدم كذا وبعمل كذا، يعني قوي الخطاب عندك حتى اصبح للبصيره وليس للبصر، يبقى يعني كانك ايه؟ كانك تعبد، كانك تراه. اعبد الله على انك تراه. تراه ببصيرتك. فان لم يتحقق هذا فاعبد الله كانك ترى على الحق، على الصوره الثانيه او على المقام الثاني. وطبعا معظم الناس على هذا المقام، ان هو ان نعبد الله كاننا، وخلي بالك عبادتنا لله يعني كاننا شايفينه، يبقى معناه ايه؟ معناه مراقبينه، معناه متقينه، معناها عمرنا ما هنكذب، عمرنا ما هنسرق، عمرنا ما هنغشى، مش بس الكبيره، الصغيره مش هنعملها، لان شايفين ايه؟ شايفين اثاره، شايفين عظمته، شايفين قدرته، شايفين علمه، عندنا احساس بعلم الله بنا، برؤيه الله لنا، احساسنا اليقيني برؤيه الله لنا يقوم في وجدان كل منا مقام رؤيتنا لله عز وجل، وبالتالي نحسن عملنا. عملنا ايه؟ اللي هو الصلاه او الزكاه. خلي بالك انت دخلت الصلاه وعندك يقين ان ربنا سمعك وربنا شايفك، كيف تحسن الصلاه؟ هتحسنها كويس. انت بتزكي، بتقدم صدقه للفقير، وانت في تقديمك للفقير ما بتعاملش الفقير ده، انت بتقول يا رب انا بتقدمها لله، لان ربنا قال لك ان تقرضوا الله قرضا، التعامل كله مع الله مش مع الخلق. وربنا لما قال لك ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، يعني مبتغيا وجه الله، يعني انت ما بتاخدش حقك النهارده، ومش لازم تاخد حقك النهارده، ما ربنا بيسجله وهيديهولك مصداقا لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله فمن عفا وأصلح، كمل، فأجره على الله. يبقى إذا ربك بيسجل معاك، ما هوش سايبك، فأجره على الله. إذا هنا الإحسان كان سؤالا عن كيف يتصدق المرء، كيف يحج المرء. تخلي بالك لو أن كل واحد مننا هو رايح حاجة عمل حساب أن ربنا شايف ومسجل عليه، تفتكر لو في حد اساء اليه ولا احب حد يجادله ولا يعمل الكلام، ينشغل عن الحج، ينشغل عن الله؟ مستحيل. لو جيت تحدد او تحلل كيف كانت النحله او غيرها تيجي للعباد اللي هم يعني ايه على تقوى وعلى ايه وعلى احسان، وتجي له تقرصه وهو في الصلاه ولا يتحرك ولا يتحرك، مش هنا، مش معاه، ماهوش معاه، انما مع مين؟ مع الله. لو ناخد بالنا بسرعه، امراه العزيز لما قالت ليوسف وغلقت الابواب وقالت لك، يعني راودته، معنى راودته يعني غالبته عن نفسه، نفسه ايه؟ نفسه الايه؟ المحسنه، لان ربنا قال انه من عبادنا المخلصين، وقال وكذلك نجزي المحسنين، لما قال ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اذا ده محسن. محسن يعني ايه؟ يعبد الله كانه يراه. بايه؟ ببصيرته. تمام؟ يبقى هنا المراه دي راودت وغلقت الابواب، ما هي مش شايفه غير كده، وقالت ايتنا انا تحت امرك. هو ولا هنا، هو مع مين؟ مع الله. قال معاذ الله، معاذ الله، انت بتفكر في ربنا. ده فرصه. قال لا، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. يعني انا اذا استجبت لهذه المراه يبقى تعديت على حدودي، تعديت حدودي. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والظالم النفسي لا يفلح دنيا ولا اخره. واجمع كلمه يا جماعه لخير الدنيا والاخره الفلاح. قد افلح المؤمنون، يعني قد حصل لهم خير الدنيا والاخره. فلما ربنا هنا ينطق بقوله انه لا يفلح الظالمون، يبقى معناها لا فلاح لهم في الدنيا ولا في الاخره. انه لا يفلح الظالمون. اذا هو قرأ هذا وقال ايه كمان؟ قال معاذ الله، معاذ الله،
انه ربي احسن من اخواني، يبقى عايش مع ربنا. اللي عايش مع ربنا بقى خلي بالك دي ملكه يعني جاء وشاب دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. جاء يقولها ازاي الا اذا كان محسنا. محسن يعني ايه؟ يعني عايش مع الله، يعني بيرى ربه ببصيرته. يعني ايه؟ هو مو زينا كده عايش بين الحيطان والكلام، لا ده هو عايش مع الله. انتوا عارفين لما ربنا بيقول لنا ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. ايه معنى كنت سمعه؟ قال لك كنت سمعه يعني ايه؟ يعني كنت عند سمعه فلا يسمع الا ما يرضيني، وبصره الذي يبصر به فلا يبصر الا ما يرضيني، ويده التي يبطش بها فلا يبطش ولا يمسك الا ما يرضيني، ويده ورجله التي يمشي بها لا يمشي الا الى معصيه ولكن يمشي الى ايه؟ الى ما يرضيني. هنا بقى الراجل ده او الست دي، ولا ان شوف ربنا بيقسم ولا ان سالني لاجيبنه، ولا ان استعاذ بي لاعيذنه. الله ليه؟ قال لانه خلاص بقى يعني لا يبصر الا ما يرى الله عز وجل، ما يرضى الله عز وجل، ولا يسمع الا ما يرضي الله عز وجل، ولا يتحرك الا الى ما يرضي. عايش مع ربنا مش عايش مع نفسه. ولذلك لما ربنا بيحلل لنا او بيفهمنا يعني ما كان بين امرأة العزيز وبين يوسف، ربنا بيقول ايه؟ ولقد، شوف واللام للقسم وقد للتحقيق، ولقد همت به وهم به لولا ان رأى برهان ربه. هنقوله ولقد همت به حصل منها الهم، وربنا اقسم خلاص. فربنا قال ايه؟ وهم لولا ان رأى برهان ربه. انتوا فاكرين لما ربنا كلمنا عن ام موسى، ربنا قال قال عن ام موسى ايه؟ ربطت عرفها كده. بيقول ايه؟ ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبه. تقدير الايه ايه؟ لولا ان ربط الله على قلبها لكادت، لما هم ياخذوه كادت تقول ده ابني، لو قالت ابني ده هي من بني اسرائيل كانت اتقتل من ساعتها. لولا ان ربطنا على قلبها لابدت، لكن الله ربط فلم تبدي. برضه نفس الحكايه مع سيدنا يوسف، ولولا ان راى برهان ربه لهم به، لكنه راى البرهان فلم يهم. تقدير الايه. امال جاي وهم بها لولا ان راى برهان ربه، الدنيا كلها قالت ده هم. قال لك لا، علشان تاخدوا بالكم ان يوسف لو واحد منكم ده كان بشر، والبشريه والشبابيه يعني والحسن وكل الدواعي للفتنه كانت موجوده. ولذلك ربنا قدم كلمه ولقد هم بها، يعني ايه؟ يعني لو لم يرى البرهان لهم. هو هم العمل كان عنده كل المقويات وكل يعني الايه المشهيات للمراه، ما كانش يعني بعده عنها او يعني او ترفعه عنها لانه عنده ضعف جنسي او لانه يعني ملوش في الموضوع ده، لا ده له. وهم يعني ايه؟ وهم بها يعني كان عنده كل مبررات الهم. ما يبقاش يقول هم للدفاع عن نفسه. لا 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 لا، ارجع للايه اللي احنا قلناها بتاعت سوره القصص. يعني ايه؟ خد بالك، لولا عربية بيقولوا ايه؟ لولا حرف امتناع لوجود. لولا حرف امتناع لوجود. امتنع الثاني لوجود الاول. فين الاول وفين الثاني هنا مع لولا؟ قال لك لولا ان راى برهان ربي، ادي الاول ده موجود، الثاني لهم به. ما تقدير الايه ايه؟ لولا ان راى برهان ربه ببصيرته، مش ببصره. قال لك ده يعقوب جاله كده في السقف وقال له اوعى يا ولد، لا لا
ده مش شغل الايه، مش شغل الايه البرهان ده. بيقول لك لولا ان راى برهان ربه. راه بماذا؟ وببصر ولا ببصيرته؟ لا، راه ببصيرته. الرؤيه البصيريه بتبقى طاغيه على الانسان بحيث انها بتشكل فكره وبتشكل سلوكه وبتقربه اكتر من مولاه. لولا ان راى بقلبي وببصيرته، لولا ان راى برهان ربي. البرهان هنا خلي بالك، البرهان هو ايه؟ هو الدليل. الدليل على ايه؟ على ان الله عز وجل قادر على ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر، قادر على ان يعاقبه في الدنيا وفي الاخره، قادر على ان يسجل كل ما يحصل. ده يعني ايه؟ ده برهان. يعني الايه؟ قول معايا. البصيره قالت له خلي بالك ربك شايفك ولا مش شايفك؟ خلاص ارجو ان ايه؟ ان يسرح بصر، يعني ان تسرح بصيرتنا وتفكيراتنا في معنى ان الله يرى يوسف. تفتكروا هيفكر بحاجه؟ مش. ولذلك هو رب قال لله ايه؟ والا تصرف عني كيدهن واكن من ايه؟ من الجاهلين. اصل الانسان ما بيقعش الا اذا كان جاهلا لموقعه من الله. ما بيقعش الا اذا كان جاهل ان ربنا شايفه. انما ده ما هوش جاهل بايه؟ ولذلك يعني شوفوا، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. يعني ولولا ان راى برهان ربه ببصيرته وباحسانه وبمراقبته لله عز وجل لهم بها، لكنه راى البرهان. راى البرهان يعني ايه؟ راه ببصيرته، والبصيره محلها القلب. هو يعني عمل ايه؟ اتقى، اتقى هذا الموقف. وطبعا انتم عارفين التقوى محلها ايه يا جماعه؟ بس التقوى ها هنا، يبقى لا في السأل ولا في السمع ولا في لا. التقوى ما لم يكن للانسان تقوى في قلبه فيقع، بيقع. وما فيش حد قوي على الايه؟ على على الاهراج. خلي بالكم احنا بنقول ايه؟ لما ربنا بيقول لنا ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وبعدين الانسان بعض الناس يستهزي للشيطان، يبقى معناه اللي استهزى للشيطان ده قوي ولا ضعيف؟ ده اضعف من الضعف. يعني معناه ايه؟ معناه انت ما عرفتش تتغلب على ضعيف. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وربنا قال لنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اللي عملوا ايه يوسف؟ قال معاذ الله، استعاذ. خلاص. خلي بالك بايه؟ بمنطق البصيره الرائيه المراقبه لله عز وجل المستشعره رؤيه الله لها والمترسخ في وجدانه علم بايه؟ برؤيه الله له، عمره ما يقع. بس خلي بالك مثلا اي حد بيحب يمارس اي حاجه غلط يعني هيلاقي حد شايفه، حد شايفه هيعمل مستحيل. طب لما يكون الحد ده يعني شخصيه عظيمه يعني ها يعني مثلا رئيسه ابوه جده اكثر استحيل هيفكر بايه؟ مستحيل. ما بالنا بقى لو كان الاستشعار لله، لو كان الاستشعار لله مش للخلق. استشعرت لله يبقى معناها عمرك ما هتفكر. واصل خلي بالك ربك ما بيسيبكش. ما هو ربنا بيقول ايه؟ هناك ايه يعني المرأة انتوا عارفين اللي حصل كله وبعدين قالت ولا ومع كده يعني انا اللي ايه؟ انا اللي اغويته وانا اللي حاولت معاه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوف فاستعصم بايه؟ بالبصيره ده. استعصم بمقام الاحسان يا جماعه. استعصم بمقام الاحسان، الاحسان اللي هو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. استعصم وبعدين ومع ذلك شوفوا الجرأة ولئن لم يفعل ما امره. امال جوزها كان فين؟ لا يسجن. ده هي بتتهم وايه؟ وبتقضي وبتحدد العقوبه ولا جوزها كانه هنا. ما هي يعني ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين يعني حزن.
فقال يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنا معاك مش معاه برضو إيه خلي بالكم. ما هو لو تاخدوا بالكم وجمال لون التوكيد كمان الرئيس جلالنا. أصل إيه المسألة بتبقى عايزة إيه؟ عايزة انتصار على الشيطان، بس إيه؟ عايزة استمرارية الانتصار. إزاي؟ وساعات الإنسان في الخطوة الأولى دي يبقى جدع وشاطر، وبعدين المرأة يعني ما تسيبوش. فعمل إيه سيدنا يوسف؟ قال كده، قال إيه؟ قال معاذ الله، إنه ربي عز وجل، إنه لا يفلح الظالمون، وجري على الباب ما وقفش جنبها. لأنه لو وقف جنبها ممكن يعني ما هو بشر يا إخوان، هو بشر، ممكن تتغلب عليه ما دام هي مصرة. إذا كان قدام الناس، إذا كان حتى قدام الناس بتقول ولئن لم يفعل ما أمره ليسجننا ولا يكون من الصاغرين. أمال بعيد عن الناس كانت تعمل إيه؟ الملك هو قال الكلام ده وإيه؟ ومع ربنا، ربنا هداه على طول، قال له اخرج امشي ما تقفش جنبها. جريت وراه كبرياءها، خلاها تجري وراه عايزه تذله باي حاجه، عايزه يعني عايزه تخضعه لنفسها باي وسيله، لانها مش يعني القائد بتاعها الشيطان هو القائد بتاع ربنا. الغزو والغل والتناقض بين ارادتها وارادته خلتها مسكت الايه القميص من ورا وراحت. يعني ما هو بقى يعني خد بالك بقى، انا بقول استمراريه النجاح والايه والتقوى، كان اي حد ممكن يعني مسكت يرجع يعني مش مشكله، لكن ده استمر في التناقض فيما بينه وبينه. يعني هي مسكت الايه ما استجابش، برضه بيجري هيجري على الباب، قطعت الايه القميص مش مشكله، الباب طرق، ف يعني لازم تفتح بقى. رجاله حصل، شوف انت مع الله ربنا ما سابكش، جالك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدنا لا تنبا. شوف بسرعه الشيطان بيلقى. قالت ما جزاء من اراد باهلك، شوف بتستعطف اهلك وحريمك وعرضك، ما جزاء من اراد باهلك سوءا وما سكتتش الا ان يسجن او عذاب اليم. كان الجزء بقى دلوقتي قال الجزء وقلبت القضيه 180 درجه. نعم قال قلبت القضيه 180 درجه. ما طبعا شوف بسرعه، شوف هي خد بالك بقى، طالما ان الشيطان بيلقم يبقى بيلقم بالايه بالجنس، بيلقم بالكذب، بيلقم بالظلم، كل حاجه. يعني ايه الشيطان هو القائد. خلي بالكم اللي بيبقى يعني ايه ايمانه غير راسخ وغير قوي بيستغزي. وانا بقول انه نجاح سيدنا يوسف ما كانش نجاح الخطوه الاولى، ده كان نجاح جميع الخطوات، وهي لما قالته هيت لك، قال معاذ الله وجري وراه. يعني ايه يعني هي مصرة يعني ممكن جدا كانت يعني ايه لولا ان جوزها جاي كان ممكن تقتله، يعني تعمل اي حاجه في سبيل ان ايه. وتقول ايه بقى؟ تقول ده انا بدافع عن شرفي، ده كان بيتهجم عليا. ما هي قالت ايه؟ ما جزاء من اراد باهلك سوءا وما سبيتوش جنب الا ان يسجن او عذاب اليم. يعني هي شوف ادعاء وايه كمان؟ والعقوبه يعني خدت مهمه المدعي والقاضي. يعني بتقول له انت ما تحضرش، انا بديك الحكم اهو، الا ان يسجن او عذاب اليم. سيدنا يوسف بالرغم من ان هي يعني اللي عملت وهي اللي سوت، قال هي راودتني، يعني كان عفيف المنطق، هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي وسكت حتى ما قالش هي اللي، يعني كان ممكن يقول هي اللي ايه وانا هربت منها، لا قال هي راودتني عن نفسي. هنا بقى على طول ربك ما بيسيبش المحسنين. شوف انت مع ربنا شايفه، تتعامل معه على انك شايفه وعلى انه شايفك وعلى ان انت لا يعني
لا يخالجك اي شك في انه هو شايفك، تمام؟ فتتعامل على انه معاه، وانت بتحسن عملك على انك مراقب ومتقي، لان ما يعملش كده الا المتقي غضب ربنا. هو اصل المحسن بيبقى ايه؟ يوصل الى انه يتقي غضب الله مهما كان قدامه من اغراءات. فربنا بيقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفيا سيدها لدى الباس وقالت خلاص ما جزاء، وقال هي روادتني عن نفسي. ايه اللي حصل؟ بسرعه بسرعه، ربك بكل شيء يكون فيكون. وشهد شاهد من اهلها. يا سلام، ترتيب عجيب. مش شاهد شاهد من اهل يوسف، ده شاهد شاهد من اهلها، وليس من اهل زوجها حتى، من اهلها. يعني ايه قريب؟ الشاهد ده، الشاهد ده لسه طفل، طفل جاي زي ما سيدنا عيسى نطق بالمهد، وزي ما الغلام اللي هو كان بيقول لامه بتاع قصه الاخدود والكلام ده كله. يعني واصل بالكم، خلي بالكم احنا مؤمنين بان اللي ربنا يقول له انطق بينطق. نعم. الحجر اللي ربنا يقول له انطق بينطق. الايد، الجلد يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم. عارف كلمه لما دي يعني ايه؟ لا، لما دي مش ليش شهدتوا علينا؟ لا، بيقول لما دي بمعنى كيف؟ كيف شهدتوا علينا وانتم لا. الجلد ده بينطق، عشان كده كيف شهدتم علينا وانتم ما بتبقى يعني؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يعني يبقى انت، يبقى انت تستشعر رؤيه الله لك وعلمه بيك ويملا وجدانك هذا الايه؟ هذا الايمان، ويسيبك. ده انت، ده انت ترفعت عن المعصيه خوفا منه واتقاء لغضبه، وايه كمان؟ وسيرا في منهاجه وفي هدايته، واحسانا للسلوك. الاحسان ده خلي بالكم استشعار رب، استشعار رؤيه الله، مش كده؟ فربنا بيقول لنا يعني مش هسيبكم. الشاهد اهو مين اللي انطق؟ انطقه الله. ان كان شوفوا، وايه بقى حاجه منطقيه ما حدش يقدر ايه يناقش فيها؟ ان كان قميصه قد من دبر يبقى هو اللي ايه اشطان وهو اللي بدا، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شوف بدا بايه؟ ان كان قميصه قد من قبل يعني من قدام فايه فصدقت وهو من الكاذبين، هو اللي ارادها بسوء. وان كان قميصه قد من دبر يبقى هو بيهرب وهي بتجيبه، ويبقى هو ماضي في هرب وهي ماضيه في انها تجيبه. تناقض الاثنين خلى الايه؟ القميص اتقطع. فلما راى زوجها قميصا قد من دبر قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. ايوه يوسف. وبعدين يعني قال له يوسف خلاه انسحب هنا بقى. يوسف بيني وبينك كده اعرض عن هذا، بلاش فضيحه، بلاش فضيحه يا يوسف. ايوه يوسف اعرض عن هذا، وانت استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. عارفين الخاطئه هي مين؟ فرق بين الخاطئ والمخطئ. لو تاخدوا بالكم من الايه؟ من سوره الاحزاب، ولا جناح عليكم فيما اخطاتم به. يعني انت مخطئ في حاجه اللي هي ايه؟ اللي هي انت ما تعمدتش الخطا فيها. اما الخاطئ فهو عارف انه خطا وايه؟ وبيمارسه. تعمد الخطا. ولا جناح عليكم فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولذلك يعني ايه؟ قال ايه؟ قال هنا المراه من الخاطئ، انك كنت من الخاطئين، مش من المخطئين، من الخاطئين. من الخاطئين. وخلي بالك لما تبقى ها؟ نعم. الخاطئ هو الذي يتعمد الخطا ولا شبهات له في هذا الخطا. اما المخطئ فهو اللي بيعصي لكن بيبقى له شبهه في ايه؟ بالخطا. ازاي؟ هات يا اخي افتكر معايا الناس اللي هم كانوا في غزوه احد، والنبي قال لهم ما تسيبوش المكان ده. الرومان 50 واحد
لما وعمل لهم الخطة الحكيمة اللي يعني ربنا يبعثهم بها النصر. وقال لهم كده محدش يتحرك من مكانه. لا أحد يتحرك من مكانه إلا إذا سواء انتصرنا إن هزمنا إلا إذا أنا قلت لكم. فاللي حصل ان الخطه الحكيمه اللي النبي كان صلى الله عليه وسلم كان عاملها نجحت. ولا الاعداء مدبرين والمسلمين وراهم يعني العاده بقى كان ايه؟ الغنائم بقى. يعني دول ولا مدبرين دول وراهم ليس لهم هم في القتال انما الهم في ايه؟ في الغنائم. طبعا بيبقى الجيش معاه ايه؟ التموين معاه قولوا معايا النساء معاه الاسرى كل ده هيبقى في ايديه. فالناس اللي هم على الجبل اللي كانوا 50 40 منهم قالوا خلاص بقى المعركه انتهت مفيش بقى ده النبي كان قايل لنا كده اذا كانت المعركه مستمره لكن المعركه انتهت دلوقتي فاحنا في حل ان احنا ننزل. شوف احنا في حل ان احنا ننزل. لما نزلوا خالد بن الوليد جه بالايه؟ بالايه؟ بالسلاح القرصان اللي هو الفرس يعني. وهو لم يهزم في معركه لا في جاهليه ولا في اسلام. والفرس ما يخافش الا من النبل يعني من النبال اللي هي الرماح اللي كانت معاه. ايوه الرماة. هات اي عدد من الايه من الافراس وسلط عليهم بس 10 رماة يبطوا الجيش. بصر خالد بان ال 50 بقوا 10 فقط على الايه الجبل وال 40 طلعوا على ايه على الغنائم. فقال لك دي فرصتي وراح منطلق بسرعه والدب حول الايه وقدر يتغلب بقى على ال 10 دول. وايه وما كانش همه انه يعني انه يقف عند العشره، لا كان همه انه يحصر الايه المسلمين بين فكي كماشه بين اللي هنا. ونادى الناس اللي هم ارجعوا اللي هم بتوع ارجعوا انا جيت وكلوا الناس اللي هم. فايه اللي حصل من الله عز وجل؟ قال حتى اذا فشلتم يعني اخطاتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبك ليكم إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ازاي العفو هنا جه ازاي ده عصى؟ قال لك عصوا خطا في الاجتهاد لم يتعمدوا ان يخطئوا انما وقع منهم خطا. يعني ايه قول معايا؟ يعني زي ما اكون انا مثلا عايز اطلع على اللي يقول معايا طريق صلاح سالم فخدت طريق وانا موقن ان ده الطريق يوصلني فاذا بيه يوصلني على القلعه. يبقى انا الخطا خطا باجتهاد مانيش متعمد أو السواق مش متعمد إن هو إيه يعني إيه يكتر عليها المسافة. هما الناس دي لأن خطأهم غير متعمد ولأن المبدأ في الإسلام إذا قضى القاضي اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. دول اجتهدوا فأخطأوا يبقى لهم أجر ويستحقوا العفو. وبالتالي يعني يبقى المرأة هنا ما هيش من المخطئات. ده هي من الخاطئين. ولكم ان تسالوا طب ليه ربنا قال ما قالش انك كنت من الخاطئات؟ دايما لما يبقى الشخص يوصف بشيء بوصف يفوق الحد وايه معاه ويجتاز الايه يعني يعني يتميز هذا الايه هذا سواء كان هذا صوابا او خطا على طول بيروح لايه؟ للجنس الاخر اشاره الى انها تفوقت على بنات جنسها. زي ايه؟
ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من إيه؟ من القانتين، ما قالش من القانتات. ليه؟ لأنها تفوقت حتى تميزت على بنات جنسها إلى أن دخلت مع جنس آخر، وبالتالي كانت من الإيه؟ من القانتين ولم تكن من القانتات، إشارة إلى تميزها. كذلك هذه المرأة ربنا قال من الخاطئين. ليه؟ لأنها يعني الخطأ واضح وما كانش يعني يليق بيها، وايضا يعني هي راودت وجري سيبي بقى، يعني ما فيش داعي انك تجري وراه وتقطع الدنيا، وما فيش داعي انك تقولي لا ايه اللي هو اقول معايا ولا ان لم يفعل ما امره او من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. ده انت اللي عامله العمليه، ده انت اللي عامله العمله. فيعني زي ما تقولوا ايه، يعني تمادي وغلو في الخطا. فربنا قال له انت خرجا، قال له اما انت فاستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، يعني من المتعمدين ومن المتميزين في الخطا لدرجه انك انت تفوقت حتى على بنات جنسك. وعشان كده يعني ايه نجى الله سيدنا يوسف، والى ان الى ان الى ان يعني حصل ان النسوه بتوع مصر اتعلقوا وبتعوا وجدوا وجمعتهم، ومع ذلك قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره قدامهم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فيعني قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين. كلمة من الجاهلين دي عمرها ما تيجي لواحد محسن. ليه؟ لأن المحسن دايما عالم، عنده علم، برؤية الله له، يقوم مقام رؤيته هو لله. خلي بالكم، يبقى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، يعني ان هم بيقعوا يعملون السوء بجهاله. ساعتها بيبقى الشيطان طمس على بصيرته، ولما هم ما بيقولوش نعوذ بالله من الشيطان، الشيطان بقى بيخيل لهم ان دي حاجه عظيمه. وإن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، بيخلي الحاجة الإيه السيئة يخليها حسنة، أهو ده الجهل. يعني كون الإنسان وقت المعصية يوقن إن العملية دي حسنة وليست سيئة، أهو ده الجهل بعينه. يبقى يعمل السوء بجهالة، جهالة لإيه؟ لحقيقة الأمر، وجهالة لإيه كمان؟ لاطلاع الله عليه، وجهالة لإيه كمان؟ لعقاب لقدرة الله على عقابه، ولقدرة الله على التسجيل عليه. كل ده بيخليه من الجاهلين وليس من العالمين. معنى هذا ماذا؟ معنى هذا أن مقام الإحسان يعصم الإنسان من الجهل، وإذا عصمك من الجهل فأنت على علم، وإذا كنت على علم فلن تتورط في معصيه. وبالتالي يبقى سؤال سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الإحسان يعني إيه؟ يعني ما الطريق إلى أن يحسن المرء إيمانه وإسلامه؟ أنا عرفت الإيمان وعرفت الإسلام، فكيف أحسن إيماني وكيف أحسن إسلامي؟ قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويبقى هو ده طريق إيمانكم، طريق قبول الإيمان والإحسان. وبرضه خلي بالكم أن استشعاري أنا لرؤية الله لي بيخلي بصيرتي مشرقة، خلي بصيرتي نيرة، وإيه كمان؟ ويخليني دايما أتعلم أو أعلم عن الله ما يزيد في يعني إيه بعلمه، ويزيد في إيه في قرب منه، ويزيد في استشعار رؤيته لي، ويزيد في تحصيني. لأن كل أنت ما ازددت علما من الله كل ما ازددت خشية منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخشاكم وأتقاكم إن أتقاكم وأعلامكم بالله أنا. على قدر العلم يا أخويا يكون الخوف والخشية، على قدر العلم يكون الإحسان في العبادة، على قدر العلم يكون تمثل عظمة الله معك، يعني إيه خد بالك، وإيه واستشعارك دوما رؤية الله لك. كونك أنت تعبد الله كأنك تراه ده ما بيروحش بلاش يا جماعه. ليه؟ اما في الدنيا ربنا بيقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، شفنا مع يوسف. واما في الاخره ربنا بيقول للذين احسنوا
الحسنى وايه؟ وزيادة. الحسنى اللي هي الجنة، وايه زيادة؟ قال لك الزيادة رؤية الله. قال لأنه كان في الدنيا مستشعر ببصيرته رؤية الله له، فما كانش بإيه؟ بيغفر عن الطاعة، وما كانش بإيه؟ ولا معاه بيمارس المعصية، وبالتالي يبقى ربنا كأنه بيجازيه، يقول له أنت عبدتني على أنك تراني، طيب أنا إيه؟ هأنعم عليك بهذه الرؤية، ولذلك زيادة على الجنة، زيادة يعني رؤية الله في الآخرة لا يقوم مقام مكانتها شيء. اقرأ معايا آية سورة التوبة اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، وإيه كمان؟ ورضوان من الله أكبر. يعني أهم حاجة يبقى شوف جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن، وبعدين قال لك ورضوان من الله أكبر لمن كان يستحق. مين اللي يستحق ليه؟ أصحاب الإيه؟ البصائر المنيرة، أصحاب القلوب الصافية، أصحاب الأرواح الراقية، أصحاب العبادة لله كأنهم يرونه. ها؟ اقرأ. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. وعد الله، شوف وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. عظم ذلك هو الفضل. عظم. وايه كمان يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. ليه؟ لان الناس اللي هم رضيوا بمنهج الله في الدنيا ورضيوا عن الله في قضاء وقدر ربنا بيرضى عنه. قال لك رضي الله عنك وايه؟ ورضي الله عنك. خدت بالك بقى؟ يبقى اذا طريقك انت، لاحسن حاله في الدنيا وفي الاخره أن يكون عندك رضا بقضاء الله مهما كان. والرضا بقضاء الله يتجلى إمتى؟ تبقى أنت عايز تتجوز، عايز تخش كلية، عايز تشتري قطعة أرض، عايز تشتري عمارة، عايز تشتري سيارة، أي حاجة. عايز تسافر. بتعمل إيه؟ ها؟ بنعمل إيه؟ بنجهز نفسك. لا، تعبت. أيوه، بنجهز نفسنا وبنعمل إيه؟ بنعمل استخارة. مش كده؟ بنعمل استخاره. تمام؟ الاستخاره دي معناها ايه يا جماعه؟ السين والت للطلب. يبقى وانت كانك بتطلب بالصلاه دي الاخير الاحسن. بتقول يا رب ان كان هذا، وتسمي اللي انت عايزه. ان كان هذا الامر كذا خير في ديني ودنياي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي. وان كان شرا صرفني عنه وصرفه عنه. الجهل مع بعض الناس بيبقى معلق نفسه قبل صلاة الايه؟ الاستخارة بحاجة معينة. وعايز بقول لك انا عملت استخارة عشان تحكي. يا راجل يا طيب، ده الاستخارة مش عشان الحاجة اللي انت عايزها. الاستخارة انت بتقول اهو، بتقول ان كان فيها خير يا رب قدرها، ان لم يكن فيها خير اصرفها. فلما ربنا يبقى انت موقفك بعد صلاه الاستخاره ايه؟ الرضا بما يقضيه الله، مش اللي انت عايزه يتحقق، لانك لا تعلم الخير اين. وخصوصا لما تكون يعني بينك وبين ربنا عمار، وبعدين بتقول له انا فوضت الامر. هي الاستخاره معناها فوضت امري اليك. مش متوفر بالنسبه لنهايه الحديث سعد بقى سيدة جبريل قال له بات الساعة، قال المسؤول عنها الأعلم من السائد، قال ما أمرتها إلى آخر الحديث. علاقة الإحسان بالجزئية الأخيرة ديت، علاقة الإحسان بالجزئية الأخيرة. الجزئية الأخيرة اللي هي في خمس لا يعلمون إلا الله، ولا في عدم العلم بالساعة؟ لا، متى الساعة؟ أصل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما تنساش أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أن هذا السائل جبريل. هو ده قال لسيدنا عمر
أتدرون من السائق قال جاءكم جبريل وعلمكم أمور دينكم؟ بعد ما مشي. أيوة. ده بعد ما مشي. أنا بتكلم وقت ما هو كان بيسأل وبيجاب. هم أولا رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منها. خلاص؟ أيوة. هذه أول استعجاب أو أول استغراب. قعد جنب النبي وحط ركبته جنب ركبته وحط إيده على ركبته النبي وقال يا محمد أخبرني من إيمان. الله ده عارف النبي. مع إن مش حد عارفه. خد بالك؟ والنبي نفسه ما كانش يعرف. فاهمني؟ فعجبنا له يعني يقول يا محمد ده عارف النبي. وبعدين بعد ما يقول الإجابة يقول له صدقت. الله عجبنا له يسأله ويصدقه. إذا الرجل ده عالم مسلم فعلي. عشان كده قال هذا جبريل أكبر. وبعدين هو خلص وقال هو ما يعرفوش هو نبوه. بأكد وبكرر الكلمة دي لا يعرف أن هذا جبريل. ومع ذلك لما سألوا عن الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلام من السائل. يعني ما حدش في الدنيا لا سائل ولا مسؤول يعرف حاجة عن الساعة مهما كان السائل ومهما كان المسؤول. وذلك اداله قاعدة كلية قال له ما المسؤول عنها بأعلم الناس أيا كان المسؤول وأيا كانت السائل. ده إيه؟ ده حكم عظيم. ده حكم يعني حكم كلي شامل لكل الناس. ليه؟ لأنه ربنا قال إيه؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وأمر آخر، أمر آخر في أول سورة الأنعام ربنا بيقول إيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قضى أجلا لكل واحد. أيوه. وأجر مسمى عنده اللي هو السعي. السعي. أيوه. لا أحد يعلم الأجل الأول ولا أحد يعلم الأجل الثاني. قضى أجلا وأجر مسمى عنده. أجلا اللي هو أجل كل واحد. طيب ليه هنا ربنا قال وإيه العلاقة بين ده وبين خلقكم من طين؟ أيوه. قال لك لأن خلقنا من طين كلنا بنسبة واحدة من هذا الطين. العناصر اللي خلق منها كل واحد فينا من هذا الطين لو حللت هتلاقي المغنيسيوم والفوسفور عندي زي عندك بنسبة متحدة يطلع انسان. خلاص؟ ومع ذلك كان مقتضى هذا ان ايه؟ ان الناس كلها تموت في سن واحد. مش التركيبة الأولى واحدة؟ يبقى معناها نهاية كل واحد مثلا 60 سنة 100 سنة 50 فاهم؟ يبقى كل يعني يبقى كل واحد عارف هيموت امتى. تمام. قال لك لا مع ايه؟ مع استواء البدايه لا هو الذي يختار بقى. ربك هو اللي بيختار متى تكون النهايه. عشان ايه؟ تعرفوا ان في اختيار وفي قدره وفي اراده وفي علم وفي حكمه. ما حدش يقول ان يعني استواء الناس في العناصر التي ركبت فيه ركب منها كله خلق كل خلق الله يبقى معناها نهايته تبقى عند سن معين. قال لك لا ده عشان تعرفوا ان ربنا يعني ماشي مع كل واحد فينا حسب علمه هو وحسب حكمته هو وحسب ارادته وايه ولا 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 يعلم احدا بسنه وفاته او بيوم وفاته. والا كان يحصل ايه؟ كل واحد استنى لحد قبل الوفاه بيومين ويقول لك التوبه. هو يعني والاعمال بالخواتيم. قال لك لا طب ده يبقى انت عارف النهايه وانت بتلعب زي على كيفك. لا ده النهايه لا تعرف وقد يموت الانسان صغيرا وقد يموت شابا. ما الاجل المسمى الاول اللي هو ايه؟ نعم الاجل المسمى الاول. لا قضى اجلا انه هو اجل كل واحد. واجل المسمى عندهم بتاع الايه؟ بتاع الوفاه بتاع الساعه بتاع الساعه. واجل المسمى عنده يعني اللي هو ربنا قال ان الله عنده علم الساعه. ولكن ازاي؟ يبقى عنده ده. ومع ذلك كل واحد منا في رحم الام الشهر الرابع يخلص
يبقى ربنا يبعت له ملك يكتب عن اللوح المحفوظ اللي هو كتب عن علم الله عن الله عز وجل، يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. إذن الأجل علم لمين؟ للملك. ومع ذلك لم يفشى هذا السر للإنسان. يعني الملك كان مؤتمن على سر ظل لحد يوم القيامة. في ملك جه واحد وقال له أنت هتموت أنت أبد. يعني ليه؟ لأنه الملائكة لهم وظيفة معينة. وما دام ربنا استأثر بعلم الأجل، ربك قال لك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. يبقى كل واحد له نهاية معينة ومحددة، وبالتالي يستأثر. لماذا؟ عشان محدش يعني يقول أنا بعلم الغيب وأنا هيموت إمتى؟ فاهمني؟ لا، ما تعرفش. فدي ربنا غيرها علشان كل واحد يبادر بالعمل الصالح، ما يستناش وما يقولش انا قدامي فرصه وكده، لا. وايضا عشان يعرف ان كل شيء بايه؟ بنظام، وكل شيء بقضاء. ايضا لما يعني ربنا سبحانه وتعالى، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس لا يعلمهن الا الله، لا يعلم من يومها ومن قبلها الى ان تقوم الساعه لا يعلمهن الا الله. ايه هم؟ ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، اللي في الرحم ده العلم بقى. ما تقوليش الطب بيعرف كان ولد ولا بنت وكان اثنين ولا ما يعرف ده حاجه يعني ايه. لكن شوف ربك بيعلم ايه. ده ربنا قال لك بالشهر الرابع بعده بينزل الملك يكتب عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد. كتبه الشريط كله. مين بقى في العالم يعرف دي بقى؟ حد يعرف دي؟ حد اهو الاجل اتكتب. حد يعرف الاجل امتى؟ خلي بالك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. العلم والخبره. وبعدين الخبره اللي هي ايه؟ علم دقائق الامور، وعلم شامل، وعلم بالجزئيات والكليات وبالحال والماضي والحاضر والماضي والمستقبل. وعلم ربنا يا اخواننا كشف لايه؟ لما في العالم ماضيه وحاضره ومستقبله بدرجه واحده. ولذلك لما ربنا يقول لنا اتى امر الله، ما حدش يقول لي الله اتى ايه ده لسه؟ اقول لك هو لسه دي عندي انا وعندك. لكن عند ربنا اتى لانه متحقق الوقوع، وهو اصله يعلم، يعني يعلم كل شيء، احاط بكل شيء علم. اجمل حاجه ان الانسان يقيم حياته على قيمه الاحسان. قيمه الاحسان زي ما قلت لكم ان نبي فاطمه وبذكائه ان جبريل انما يسال عن ايه؟ عن وسيله الاحسان، مش عن حقيقه الاحسان. سال عن حقيقه الايمان فاجاب، سال عن حقيقه الاسلام فاجاب. عشان ايه؟ انت عندك شعائر كثيره جدا في الاسلام، الامر المعروف عن المنكر. الحج والعمره وصلاه الاستخاره وصلاه العيدين وصلاه الكسوف وصلاه الوتر وصلاه الشافع وقيام رمضان الى اخره. كيف؟ وايضا كفاله اليتيم وصله الرحم. كيف تعبد كل دي؟ عملك في شغلك، عملك في بيتك، معاملتك لاولادك ولاهلك، كل ده لما تستشعر رؤيه الله لك وقدرته عليك عمرك ما هتغلط. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ابا مسعود البدري، واحد من الايه؟ من الانصار الممتازين. غير عبد الله بن مسعود؟ نعم. غير عبد الله بن مسعود ولا هو؟ لا، ابا مسعود البدري. عبد الله بن مسعود من مكه، من قريش. لكن دائما ايه؟ من الانصار من المدينه. النبي جاي كده لقى الراجل ده ايه؟ ماسك يعني كرباج ولا مريده ولا حاجه، عمال يضرب بايديه العبد بتاعه. فبيقول له اعلم ابا مسعود، اعلم. وهو ولا سامع، لحد ما قرب منه النبي ايه؟ يعني بص كده لقى النبي.
فقال له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام. تاني كما مر اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني ربنا شايف قدرتك وبيسجل عليك واقدر عليك منك على الغلام. قال له يا رسول الله انا ايه؟ انا هو حاضر خلاص يعني كفارة مصر. قال له تعتقد؟ اعتقد. فالاحسان الاحسان بينجي الانسان من حاجات كتير. وانت بتسالني لما اكون ما عنديش احسان ما عنديش استشعار لرؤيه الله وتسجيله هكذب عليك هغشك هقول لك ده حصل كذا كذا او هيحصل كذا كذا. ساعات الانسان بيبقى في عمل وخصوصا يعني رئيس العمل ويحس ان اللي تحت من ايده يجيد فن التمثيل كما لو كان صادقا لا تشك في صدقه، ثم يظهر بعد فترة أنه كان كاذبا. يعني فعلا بتبقى مشكلة. ولذلك الإنسان كان سيدنا عمر يقول إيه؟ احترسوا من الناس بسوء الظن، احترسوا من الناس بسوء. ولما الإنسان يكون عنده قيمة التقوى وقيمة الإحسان فربنا بيكون معاه بيلهمه على الأقل، بيقول له يعني بيصير عنده الشك فبيبتدي إيه يحترس أو بيبتدي يسأل يعني هات يا أخي حاجة ثانية. أنت رحت لواحد الطبيب وقال لك ده الموضوع ده عايز عملية وعايز وقد يجري هذه العملية وهي ليس لها أي أساس. بنيجي احنا عشان نتقي هذا الخوف بنعمل ايه؟ بنقول لا يعني مفيش داعي الانسان يتسرع ويكتفي بواحد. والغريب والغريب ان ساعات الانسان بيمشي مع طبيب ويكون مضغوط معاه وادويه ايه وعلاجات ايه وبعدين مفيش نتيجه فبيروح اضطر يروح لغيره. فلما بيروح لغيره بقول له انت كنت يعني بقول له انا كنت عندي كذا مين يقول له فلان يقول له حمار مين اللي ايه؟ يعني حاجة عجيبة. يبقى إذا الإنسان مفروض إن هو يحتاط، لكن أنا عايز أقول أن قيمة الإحسان بتحصن الإنسان، لأن ما تبقيش مع ربنا وسيبك. بدليل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ان تتقوا الله يا وهو اصل التقوى بتوصلك للاحسان. ما تقوى الله ايه اللي هو ايه؟ ان تجعل نفسك في وقايه من غضب الله في الدنيا ومن عذابه في الاخره. يبقى عمرك ما هتغشى معصيه. جميل. ولذلك احنا يعني بنيجي نقول ايه يا جماعه؟ تنكح المراه بالدين لجمالها وحسبها ومالها ودينها واصبر بذات الدين. وبنيجي كمان نقول للستات اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. ليه؟ قال لك احسن حاجه بين الزوجين الثقه. يعني هي اللي بتخلي المحبه دايما والالفه راحت الثقه انتهت. جميل. كيف تتم الثقه؟ من كل منهما الا بالتدين او بالايمان او بالصله بالله. لما بيكون الانسان عنده صله بالله وهو بعيد عن مراته ولا هي بعيده عن زوجها يقول لك ربنا شايف ما يقلقش ربنا مسجل ربنا يعني اذا الاحسان اللي هو ان تعبد الله كانك تراه عصام من الايه من الخطر وقايه حصانه من الخطر وبالتالي يبقى انا بعمل حسابي ان ايه ان يكون عندي شيء من مش شيء كل ما يمكن ان يكون من الاحسان ينبغي ان يكون معي. ليه؟ لان ربنا قال لي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كما كان مع يوسف وانطق الطفل الصغير ده وكما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. قال له يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. كلمة إن الله معنا يبقى المفروض إن المعية بتاعت ربنا للمؤمن ينبغي أن
يعني يرتقي الإنسان من معية التسجيل والعلم إلى معية النصرة والمعونة والبركة. يبقى أنت بتبتدي إيمانك بأن الله معك أينما كنت، ده يعني تسجيل وعلم، لكن معاك بتسديد الخطى وإلهامك بالإيه معاك إلهامك بالإيه بالأحسن بالصواب. كن ربنا يقول لك أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكبر عنكم سيئاتكم، هو ده الشيء العظيم اللي ينبغي ان احنا نعيشه. واجمل حاجه فيه هو الفرقان يا رجل. نعم مفهوم الفرقان يعني لو نقل الفرقان تعرف يفرق بين الحق والباطل، ده يعني كده عارف قول معايا تبارك الذي نزل الفرقان. ايوه وعارف يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الفرقان هو الامر الذي يفرق به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. نزل الفرقان اللي هو الكتاب اللي تفرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. ساعات في امور الانسان يبقى عارف دي صح ودي صح، بس مش عارف يروح لهي الاحسن، يعني في امورنا وحياتنا تلاقي في حاجات الاثنين ماشيين والاثنين يمشوا، بس ربما يكون في واحد اصوب ليا او احسن، انا مش عارف هنا مش ما هو ديا ايه بتقول استفق قلبك ثم استفق. يعني مثلا سألت عن أروح ولا ما أروحش وأجبت إجابة معينة، قلبك ارتاح ماشي يبقى استفق قلبك ثم استفق. قلبك ما ارتاحش وتصل للفتاوى اللي هي متضاربة وكده. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. أنا القلب وأنا نفس، وانا لازم اقدم السبت عشان الاقي انا قلب وانا نفس. القلب يا اخويا اللي هو معقود بايه؟ بالاحسان مع الله. يعني ربنا ما بيسيبكش تمام؟ بس بشرط انك تبتدي. يعني احنا بنقول في الفتحه يا جماعه اياك نعبد واياك نستعين. لو انا طلبت المعونه من غير معبود ما ينفعش. ربك بيقول ايه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. خذ بقى المهر، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خذ بقى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم عشان لما أنتم تدعوه يستجيب لكم. يبقى أنا بقدم الوسيلة وبقدم الواجب وبطلب الحق إن كان حقا. إياك نعبد أدي الواجب العلي. العبادة اللي هي في المقام مقام الإحسان، وأنا بقول لكم مقام الإحسان لأن مدخل التصوف هو الإحسان. مدرج التصوف اللي هو بيعرف بيك إلى 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 مرضاة الله اللي هو ده اللي هو بنقول وما تقرب إلي، وهذا التصوف الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا وبعدين هات النوافل بقى، واصل كل خد بالك النوافل دي تعبر عن ايه؟ ان انا مش بس بعمل الفرائض وخلاص، لا ده انا كمان بعمل النوافل. ليه بقى؟ قال يعني عشان تبرهن انك انت حبك لله يعني كبير، يعني شعورك بنعمه، شعورك بنصره برعايته، فاهمني؟ فانت مش بس بتعبد ربنا كده يعني ايه الفرائض وخلاص، وايضا ما فيش حد مننا الا النادر ما فيش حد مننا بيقدر يتقن الفريضه بحيث انه ما يحتاجش للايه للنافله. وايضا لا يستغني المجتمع عن النوافل. لو احنا قلنا الزكاه وخلاص يبقى برضه مش هتوفي، انما لما نقول فيه صدقات، فيه كفاله يتامى، فيه صله رحم، في احسان الى المسيء، الله ده يبقى معناه انا بعمل حاجات كتيره مش متوقف على الفرض. ده انا بزود. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه تبرع اول حاجه بوقف وقال يا رسول احسن حاجه عندنا عايز يعني اهبل. قال له يعني حبس اصلها وسبل ثمرتها. حبس اصلها يعني احبس عن البيع والشراء والهبه والكلام ده كله، وقف لا يباع ولا يشترى ولا يهب، والريع تصدق به. جات لما يعني توفي عمل النظاره في مين؟ في ام المؤمنين حفصه. يا
يعني أول نظرة وقف، هو كان أول وقف يوقف في الإسلام بوقت سيدنا عمر. لما يعني كانت هي نظرة هذا الوقف بعد وفاته، زودت في الوقف مش نقصت، زودت فيه عما إيه؟ عما كان سيدنا عمر عمل. بعد ما توفيت أخوها اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب بقى هو الناظر عن الوقف، زود أيضا ابتغاء مرضات الله، زود في الوقف أكثر. فهو ده معنى إيه؟ معنى إن إحنا مش بس بن إيه؟ يعني الفريضة، لا ده إحنا بنعمل كمان الإيه؟ النافلة. ويبقى ده معبر عن مدى إيمان أو عمق الإيمان عند الإنسان، لأن عمر الواحد ما يتبرع بشيء إلا إذا كان عنده إيمان بالغيب. إيه الإيمان بالغيب؟ من ذا الذي يأخذ الله قرضا حسنا في ضعيفه له أضعافا كثيرة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ولذلك أول حاجة يا إخواننا في مقام الإحسان الإيمان بالغيب. شوف اقرأ 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 هدى للمتقين. مين هم المتقين اللي هم بنقول عليهم درجة الإحسان إيه؟ قال لك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. إيمانك بالغيب ده إيمانك بالله، لأنك بتؤمن بالله ما أنت شايف، يبقى أنت مؤمن يعني أعظم حاجة بتؤمن بها في الغيب بالله وبكل ما جاء عن الله وبكل ما أعده الله إن كان للمؤمنين أو لغير المؤمنين. ويعني نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وإن شاء الله نستكمل معكم فيما يستجد. وإحنا عندنا زي ما قلنا هنبتدي كان أحد غير الباب ولنا عشان ما هو هشوف أنا بس إيه الكتاب. الكتاب قدامي تفسير ابن عجيبة، وعندي أنا تفسير تانية برضو من إيه فضل يعني الحديث بتطلب من اختباراتك. والله انا يعني ايه هعمل موازنه، لاني ما يعني لسه ايه ما اقدرش اعمل موازنه بين اللي عندي الا لما اشوف برضه كمان ابن عجيبه واقارن بينهم، واللي هو الملائم لكم هقول لكم عليه ان شاء الله. المهم احنا دلوقتي بندرس سوره النور، سوره الكهف، ولقد درست سوره النور اذا كان في وقت. فيا ريت حضرتك برضه تجمع لنا على التفسير. هو احنا عندنا تفاسير كثيره في هذا الموضوع. نعم. في عندنا تفسير الفخر الرازي. في عندنا تفسير الألوسي. نعم. في عندنا ايضا تفسير البقاعي. هو نظم الدرر في تناسب الآيات والصور له إشاريات ممتازه ورائعه. نعم. في عندنا ايضا التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. طاهر بن عاشور عايش في المنطقة اللي هي بتاعت الايه بتاعت التصوف اللي هي شمال افريقيا. نعم. وايضا في كمان في كان في في سعيد حوة ايضا له تفسير. لا هشوف انتوا، انا بس اللي عايز اشوف الوقت بتاعكم من يعني من هنا الى امتى علشان نشوف الزمن يعني استغرق ايه؟ الوقت اللي انتم هتمضوه في هذه الماده قد ايه؟ يعني تقريبا هي 5 شهور. نعم 5 شهور. 8 شهور من الان. 5 شهور من الان. ايوه. كل اسبوع بيبقى فيه قد ايه؟ ساعة ونص فقط؟ بس. يعني ما عندكمش غير اليوم ده. وبعدين نص السنة ونص السنة. طيب حاضر اشوف بس ايه الموضوع ربنا يسهل باذن الله. يعني اقول لحضرتك اقول لك